بقى نبدا نخش في تفاصيل ميديم دوت. ميديم 1 وميديم 2 دول عباره عن ايه؟ اتفقنا ميديم 1 هو ريجولار دايلكتريك اللي ابسط 1 بتاعت البوستل عادي دايبولز وبوليزيشن. المختلف بس ان ابسط 2 هنا نيجاتيف او الميديم دوت عباره عن بلازما. ودي احنا اتكلمنا عن البلازما موديل قبل كده وقلنا ان احنا نقدر نكاركترايز الابس بتاع الميديم اللي هو في غالب الميتال ميديم بان هو عباره عن الاتش ار بتاعته تبقى 1 بلس اوميجا بلازما سكوير على ماينس اوميجا سكوير بلس جي اوميجا اوميجا دي. حيث اوميجا بلازما سكوير دي اللي هي البلازما اوسيليشن فريكونسي دي مرتبطه بالدنسيتي بتاعت الالكترونز جوه الميتال. واوميجا دي مرتبطه بالدامين فريكوانسي دي مرتبطه باللوسز اللي بتحصل في الميتال. العلاقه بين الاثنين او علاقه العلاقات دي ممكن نقول انها هتبقى بهذا الشكل. فالموديل ده في الحقيقه بيفسر الاوبريشن بتاعت الميتال دوت سواء في اللو فريكوانسي او في اللارج فريكوانسي. يعني مثلا لو جيت اقول ان انا الفريكونسي بتاعي اقل بكتير من الدامج من الفريكونسي ساعتها الريلاتيف دايركتيف فورس بتاعنا او الدايركتيف فورس بتاعنا هيبقى اس ار هيبقى عباره عن 1. اقدر هنا اعمل ماينس اوميجا سكوير ريلاتيف لجي اوميجا اقدر اقول ان الكلام ده عباره عن واحد ده طبعا ابروكسيميشن. اوميجا سكوير على جي اوميجا اوميجا. لو جيت اشوف الميتال بيهيفير الكاركترايزيشن بتاعه او الوصي ميديم عموما بقدر اقول ان نفس الار بتاع اي وصي ميديم عباره عن سيجما على جي اوميجا ابسلون نوت افتراض ان الدايركتيف فورس بتاعت الميديم ده هي ابسلون نوت او الريل بارت ابسلون هي ابسلون نوت. كان الجزء ده هو هو الايه الجزء ده اللي هو اللي يمثل النقص جوه الميديم. لما انا اجي اخد فيري لو فريكونسي كومبيرد لاوميجا دامبنج وطبعا اوميجا دامبنج دي بتختلف من ميديم للتاني او من فيري للتانيه هتلاقي التيبل ده عامل لك ليستنج للتو فريكونسيز اللي هو اوميجا بلازما والدامج فريكونس. دايما الدامج فريكونس اقل شويه من الايه؟ من الليزر فريكونس. فانت لو اقل من الدامج فريكونس دوت تقدر تابروكسيميت الابسيلون ار بهذا الشكل انها 1 بلس اوميجا بلازما سكوير على جي اوميجا. الشكل ده هو نفسه الشكل اللي الكلاسيك بتاع بتاع ان انت عندك ماتيريال ما فيهاش اي بولاريزيشن او الايفكت بتاع البلازما مش موجود خالص وفيها لوسز كوندكشن تمام؟ فهيديك الترم بتاع الكوندكشن على جي اوميجا على اساس ان دول الجزء دول عباره عن لوس تانجنت سيجما على اوميجا بتاع لو انت عندك بقى اذر اكستريم ان اوميجا اكبر بكتير قوي من اوميجا دي هتلاقي ان انت الحقيقه الار بتاعتك هي عباره عن 1 ماينس اوميجا بلازما سكوير على اوتوبيس. يعني ده كانها اقرب لبيو ريال بس نيجاتيف فاليو تمام او سوري اقل من 1 مش ريال بس الار هنا اقل من 1 وبيو ريال على فانت حسب الاوبريشن فريكونسي رينج بتحدد البيهيفير بتاع الميتال دوت الغالب اللي احنا اغلب الكيس اللي احنا خدناه كان دايما الفريكونسي قليله بالنسبه للاوميجا دامبنج فريكونسي وبالتالي الميتال ده بنعامله كانه لوسي ميديم وبالتالي بناخد الموديل اللي على الشمال اللي هو الابروكسيميشن بتاع الاوميجا لو الاوميجا اقل من الاوميجا الابروكسيميشن التاني ده ما تعرضناش ليه لان عشان نشوفه لازم الفريكونسي تعلى عن الدامبنج فريكونسي ده قوي بحيث ان انا يبقى عندي بلازما اوسيليشن فريكونسي تبدا تبان او يبقى الايفكت بتاع البلازما جوه الميتال يبدا يبان. ده غالبا بيبقى فريكونسي قرب الاوبتيكال رينج تمام قرب الايه الاوبتيكال فريكونسي. ها
اهمل الترم بتاع اوميجا جي اوميجا دي. تمام. ما هو كابسوليت فاليو. تمام؟ لان الترم دون هيبقى كبير قوي بالنسبه لده. ستيل معاك هيبقى فيه لوسز مش مهمله مش زيرو، بس ستيل البيهيفير افكت الاساسي هيبقى جاي من الريل بارت الابسول ار بتاعتي. طبعا ان جنرال هو ده يعني ده جنرال كيس اللي هو فيه دايما الوسط موجوده في الحالتين. تمام. وبس على الاقل الجزء الريل هنا الابسول ار واحد، هنا الجزء الريل مش هيبدا يبان الا لو عديت الاوميجا تاني بغض النظر اذا كان في وسط. ودي مشكله ثانيه بقى ان هو ازاي يقلل التامبنج او يقلل اللوسز عند قرب البلازما فيه، لان دايما بقى في عندي لوسز في الميتال في الكوليجن بتاع الاوسيليشن بتاع الالكترونز. المهم ان احنا بالنسبه للكيس بتاعتنا هنسيوم ان احنا الدنيا في نوع من الابروكسيميشن والتبسيط ان احنا عندنا الدنيا عندنا ايديال، او بمعنى اخر مفيش اي دامج فريكونسي بالنسبه للايه؟ للفريكونسي ريت دوت، بحيث ان انا يبقى عندي الاس ال ار كان ليه ابروكسيميت انها واحد ناقص اوميجا بلازما سكوير على اوميجا سكوير. تمام؟ طيب لو جينا نشوف البيهيفير بقى اللي هي البيتا اكس والالفات الالفا 1 والالفا 2 الفاريشن بتاعهم مع الفريكونسي عامل ازاي؟ انا محتاج ان انا سبستيت في الكلام الاول سبيشال دي ب ايبسلون 1 اكسبشن كود ان ب ايبسلون 1 اكسبشن. هاسيوم ان انا ايبسلون 1 بتاعتي هي ايه؟ هي الاير يعني الميديوم نمبر 1 جاست الاير، الميديوم نمبر 2 هيبقى هو الميتال اللي فيه بلازما افكت. يبقى التو كونديشنز بتاعت البلازما عشان تتواجد لازم البيتا اكس دي تبقى ريل، مره اخر لازم الواحد زي ايبسلون 1 وفي نفس الوقت لازم الالفاظ دي تبقى ريال، وبالتالي الاسلوب 2 لازم تبقى كميه نيجاتيف هتزود. لازم الاسلوب 2 اقل من الزيرو. طب لو الاسلوب 2 هنا اقل من الزيرو، الكلام ده 1 بلس الاسلوب 1 والاسلوب 2 اكبر من الزيرو، يبقى لو ضربت الاكوشن دي في الاسلوب 2 فلازم عندي المفروض ان الاسلوب 2 زائد بلس الاسلوب 1 تبقى اقل من الزيرو، على اساس ان انا ضربت كميه نيجاتيف الاكوشن دي فتقلب لي الإيكواليتي ساين تايم. عندنا اكس او 3 بلس اكس او 1 لازم كمية أقل من الزيرو. طيب لو جيت أعوض الاكس او 1 عندي هنا في الحالة دي اكس او نود واكس او 2 اكس او نود في 1 ماينس اوميجا بلازما سكوير على اوميجا سكوير. يبقى من هنا أوصل الكونديشن لازم الفريكونسي ريشيو بتاعتي أقل من اوميجا بلازما على الزيرو. بدل الوان هنا تبقى كام؟ تبقى اكس من ار 1
وبعدين يبدا يزيد يزيد برضه هيروح السنجولاريتي عند نفس الفاليو اوميجا بلازما على الفيزا. لذلك الفا 2 زد على كي نوت، بس هنلاقيها انها جايه بقى ايه؟ بتعمل سنجولاريتي عند اوميجا على اوميجا بلازما زيرو، وعند سنجولاريتي ثانيه عند اوميجا على اوميجا بلازما واحد على الفيزا. تمام؟ عند الزيرو هنا هتديني انفينيتي، لان هيبقى عندي الفا 2 زد الاوردر بتاع النيوميريتور اعلى من الاوردر بتاع النيوميريتور، لان في ان دوت في ان التم اللي فوق ده لو الاوميجا على اوميجا بلازما قرب الصفر او زيرو، كان الترم الاوميجا بلازما على اوميجا سكوير ده بالانفينيتي، صح؟ بس الانفينيتي اللي فوق الاوردر بتاعها اعلى من اللي تحت، الانفينيتي اللي تحت جذر تحت، كاني باخد اكس على سكوير روت في اكس ليميت لما اكس تروح للانفينيتي، ساعتها الدايفيرج تديني الانفينيتي. ده اللي حصل هنا عند عند اوميجا تساوي اوميجا بلازما على جذر اكبر سنجولاريتي، بس يمكن اقل شويه او اهدى شويه من السنجولاريتي الموجوده عند الاي في عند ان بتوين. طبعا هيبقى في مينيموم فاليو للايه؟ للالفا الميديا رقم اثنين. تمام؟ هتلاقي هنا ان دايما الالفا 2 الفاليو بتاعتها اكبر من الالفا 1، يعني معنى اخر الفينيسنت ويف الديكاي بتاعها جوه البلازما اكبر بكتير من الايه؟ من الدايلكتر. يعني لو انا برسم كده ريليتيف فاليوز الكلام ده كده، ادي البلازما اهي، الاقي ده لو الديكاي فوق كده الديكاي تحت يبقى ايه؟ ريد كده واعلى، لان الفا بتاعتي اكتر ميديم نمبر. دي كاركتيريا او كاركترستكس عامه بيعبر عن الفيلد البنتريشن بتاعه هو الميديم قد ايه. احنا اتفقنا دلوقتي ان الفيلد كله كونفايند على السيرفس، بس بيديكي كل ما بعد على السيرفس بيديكي بقى قد ايه؟ هو ده الالفا البنتريشن بتاعه مع الزد. انا رسمت على الكاش نورمالايز، بس دايما اغلب يعني ما اعرفش اكيد شفتوا دايما اغلب ريليشنز فيزيكال ريليشنز دايما الناس تحب ترسم نورمالايزد فاليوز بدل ما تتعامل مع ابسولوت فاليو. تمام؟ اولا النورمالايزيشن بيديك ان النتائج تبقى ابليكابل، يعني هنا مثلا النتيجه الكيرفات دي فاليد لاي بلازما ميديوم او بلازما او لاي كوندكتور، ما مش سبيسيفيك لسبيسيفيك فاليو الاوميجا بلازما. انما لو هرسمها مثلا سبيسيفيك اوميجا بلازما ساعتها لازم احط هنا اوميجا بلازما على جذر 2، وساعتها اسال السؤال هو اوميجا بلازما بكام؟ ساعتها لازم اشوف الماتيريال بتاعها. انما انا كده رسمت جينيريك كيرف فاليد لكل انواع الميدياز الموجوده، طالما عندي اير ميتال ميديا هيبقى دي الايه؟ الكريتيريا بتاعت الالفا والبيتا بتاعها. تمام؟ هتبقى جنرال اكتر. تقوم انت مثلا عايز مثلا سيرت الماتيريال، خلاص انت تعرف الماتيريال بتاعتك دي الاوميجا بلازما بتاعها كام، تيجي انت عندك اوميجا على اوميجا بلازما تعرفها تروح جاي من دي الانفورميشن. فانت عملت كده ايه في الباتشن دي؟ دايما النورمالايزد ريليشن بتديك جنراليتي للنتائج اللي انت هتوصل. تمام؟ والالفاظ دي زي ما قلنا بتعبر عن البنتريشن جوه كل ماتيريال. الفا دي كل ما تقل معناها بنتريشن كبير جوه الماتيريال، كل ما تزيد معناها بنتريشن قليل جوه الماتيريال. طيب ازاي بقى بيكسايكل السيرش بلازما؟ في اكسبيرمنت هتلاقيها يمكن انت لو عملت سيرش على النت ازاي بقى بيكسايكل سيرش بلازما، هتلاقي اكسبيرمنت شهيره قوي انه بيحط دايركتك ميديوم. تمام؟ لو انا عندي دايركتك ميديوم وعندي اير، وطبعا محتاج اقول لك ان الدايركتنج ده المفروض
ريت الكونسل بتاعه يكون واحد. ففي انجل معينه لو انا ظبطت الانجل في اس اكبر من كريتيكال انجل بتاع الميديم دوت، ساعتها هيحصل كتل انترنال ريفليكشن صح؟ وساعتها هيتكون ايفانيسنت ويف في المنطقه اللي فوق بس، مش بلازما سيرفيس ويف، ايفانيسنت ويف ستيدي ويف هنا بروبوجيتي، انما اتس نوت ا بلازما سيرفيس ويف. تمام؟ السيرفيس ويف هتبقى موجوده في الحته دي بس اللي هي الايفانيسنت فيلد اللي هنا. تمام؟ طيب لو جيت بقى في الحته اللي فوق دي حاطط ميتال، اروح حاطط ميتال شيت او ميتال فيلم بس رفيع قوي، واحط الميتال فيلم ده من ماتيريال بحيث ان الار اف سورس اللي هو في الحاله دي ليزر سورس اللي عندي يبقى الفريكونس بتاعي يبقى في الرينج او في الايه؟ حاجه كرايتيريا دي. تمام؟ يبقى ساعتها التوتال انترنال ريفليكشن اللي هيحصل هنا يبقى عندي هنا ايفانيسنت ويف هتكابل مع اير جنريت سيرفيس ويف ما بين الاي ريجن هنا و الميتال لاير اللي موجود هنا. يبقى عندي هنا سيرفيس ويف اللي هي سيرفيس بلازما ما بين الكوندكتور وما بين الاي، دي احد طرق الاكسكيشن. تمام؟ فتفاجئ ان انت حاطط الليزر سورس بتاعك كونفايند في معينه وهي ريفليكشن من هنا والاكستنشن ده كبير نسبيا، فتفاجئ ان انت لو عامل هنا بروب ديتكتور او ديتكتور اورب السيرفيس دوت تقدر تلقط السيجنال بتاعتك بتاعت الليزر جايه منين السيجنال دي؟ جايه من السيرفيس ويب اللي مشيت على السيرفيس بين الاير دايركت. لو ما كانش السيرفيس ويب دي موجوده ما كنتش تقدر تديتكت اي حاجه هنا. اولموست يبقى مفيش حاجه هنا. تمام؟ في طريقه ثانيه برضه ان هو اكسايت سيرفيس ويب ان هو بيحط الميتال شيت دوت او الميتال فيلم دوت بحيث انه يحط ايه الجاب ما بينهم. عنده ادي البريزم اللي هو بيعمل عليه كونتر انترنال ريفليكشن. يحط سمول اير جاب هنا بحيث ان الايفانيسنت ويف اللي هنا هتيجي تكابل مع الميتال فتجنريت سيرفيس ويف. السيرفيس ويف اللي موجوده هنا في موجوده على اللور سيرفيس بتاع الميتال، اللي فوق هنا موجودة على الأبر سيرفس بتاع الإيه؟ بتاع الميتال اللي عندي. تمام؟ ودي طريقة أحطهم إن أنت تكسايت الإيه؟ السيرفس ويف على ميتال إير دايركت. تمام؟ لازم طبعًا الفيلم ميتال ده يبقى الثيكنس بتاعه صغير جدًا such that the penetration بتاع مثلًا من هنا لهنا penetration قريب، لازم الميتال ده يبقى قريب جدًا من السيرفس. لذلك هنا لازم يبقى الميتال ده الثيكنس بتاعه يبقى قليل بحيث ان الايفانيسنت فيلد اللي هيظهر ما بين الدايلكتريك اير سوري الدايلكتريك ميتال هنا يبقى يبنتريت في الناحيه الثانيه. يعني يبقى التيل بتاع الفيلد اللي هو بتاع الايفانيسنت فيلد ده يبقى انف ان اكسايت سيرفيس ويف ما بين الاير وبين الميتال. طيب في الغالب الابلكيشنز ما بتستخدمش سيرفيس ميتال في البلازما ابلكيشن بلازما سيرفيس ميتال. امال بيستخدموا ايه؟ بيجي يقول لك نعمل حاجه زي بلازما بارتكلز بيسموها بلازما بارتكلز او نانو بارتكلز. بنعمل على اساس ان انت الفريكونسي اوف اوبريشن اللي بتيجي تشوف تبقى حدود النانوميتر الفريكونسي رينج بتاع اللي بتظهر فيه بلازما سيرفيس ويف افكت. فعشان اكسايت لازم اجيب ستراكشر كبير بالنسبه للويف لينث ده، بس ايه ستيل كومباربل للويف لينث اللي هيبقى اكسايتد على السيرفيس بلازما اللي عندي. و اشاين اكسبوز من ايه؟ الراديشن مثلا من الار اف سورس سواء ليزر سورس او ار اف سورس حسب الفريكونسي اوبريشن. يعني الفريكونسي رينج ده ممكن يبقى في الرينج بتاع التيرا هرتز او الانفراريد حسب
الريزونال فريكونسي اللي انا هعمله للبارتكلز دي، والبارتكلز دي تبقى يظهر على السيرفس بتاعها سيرفس ويف، بحيث ان انا يبقى عندي نفس الايفكت ده سيرفس ويف هيبقى موجود بس على السيرفس بتاع البارتكلز. ويبقى في ريزونانس فريكوانسي معينه في السايت تعتمد بقى على الدايمنشن بتاع البارتكل وشكل، فمثلا ساعات يعملوا روتس، ساعات يعملوا سفيرز كده صغيره، ساعات يعملوا اليبسويد صغير، المهم انها بتكسايت بايه السيرفس ويف. السيرفس ويف دي مميزاتها بقى ايه؟ انا لازم باور معينه، تمام؟ سيرتن باور دنسيتي. يبقى عندي الكتريك فيلد قيمه معينه للكتريك فيلد اسمها، تمام؟ السيرفس ويف اللي هتبقى اكسايتد على النانو بارتكلز دي بيبقى الفيلد انهانسد على السيرفس بشكل عنيف جدا، يوصل 1000 مره او 5000 مره الكتريك فيلد اللي جاي من بره، تمام؟ فلاقي ان الفيلد انهانسمنت ده بقى عندي الفيلد هنا الفيلد انهانسمنت ده لو انا حطيت الماتيريال او النانو بارتكلز دي في ماتيريال، الفيلد الكبير دون حواليها هيبدا يسخن الماتيريال الموجود، يعني لو ده كانت الماتيريال هنا موجوده الهاتس الفيلد اللي موجود حوالين النانو بارتكل يبدا يسخن الماتيريال. فقال لك ايه؟ ابلكيشن ظريفه لحاجه زي كده، ان هو يجي عايز مثلا واحد مصاب بالكانسر مثلا وعايز موت الكانسر سيلز اللي جواه، فلو قدر يوصل النانو بارتكلز دي للكانسر سيلز دي ويشاين الراديشن المناسب للريزونانس بتاعت نانو بارتكلز دي، ساعتها هو لازم باور قليله، باور قليله دي مش كافيه انها تسخن التشو بحد ذاتها لوحدها، انما نتيجه الانهانسمنت اللي حصل حوالين النانو بارتكلز اللي هي موجوده جوه الاورجن بتاعه هيبدا يحصل تسخين في المناطق اللي حوالين الايه؟ النانو بارتكلز. فالتسخين الكبير جدا نتيجه الانهانسمنت في الفيلد اللي حوالين المناطق اللي فيها النانو بارتكلز دي هيموت السيلز حواليه، تمام؟ فقال لك دي تستخدم في التريتمنت بتاعت مثلا ايه؟ الحاجات اللي هي اللي بتاعت الكانسر سيلز، تمام؟ يمكن ده الشغل بتاع دكتور مصطفى السيد لو تسمع عنه. فهو بيعمل ايه بقى؟ الفكره كلها مش في الشغل ده، الشغل كله بقى في حياه فارماكولوجي بقى ازاي اوصل النانو بارتكلز للاورجنز، لان انا لما اشرب مثلا او يديله في الاخر النانو بارتكلز دي في سولوشن ويقول له للعيان مثلا يشربوا او يحطوا له ويعمل له انجكشن ليه. لما يعمل حاجه زي كده هينتشر في الجسم كله. ايه اللي يخليه يروح للاورجن ده بالذات في الحته اللي هي انفكتد ويسيب الباقي؟ فانت يشوف بقى دي حاجه الجماعه بتوع الفارماكولوجي يشوف ايه اللي اتراكتور للاورجن ده، الاورجن ده بياخد ايه؟ فيحمل البارتكلز دي او النان بارتكلز دي على الحاجه اللي هو بيحبها ياخدها. مثلا بروتين معين الاورجن ده بيمتصه من الدم وات ايفر، فياخد النانو بارتكلز دي مع الايه؟ مع البروتين او مع الكارير دوت، فتتركز الايه؟ النانو بارتكلز في الايه؟ في الاورجن. وبعدين يعرضوا بقى اكسبوز للراديشن، الراديشن ده هيعدي من كل السيلز اللي ما فيهاش الايه؟ النانو بارتكلز دي، لانها الباور مش كافيه انه يدمر السيلز، بس هيحصل له انهانسمنت اول ما يوصل للاورجن اللي فيه الكانسر سيلز، لان هيلاقي النانو بارتكلز دي مستنياه في انهانس الفيلد حواليه، فيعمل ايه؟ هيتنج للتيشو اللي حواليه فيموت السيلز اللي هي المفروض كانسر سيلز ان هي خدت الايه؟ النانو بارتكلز. فكده يبقى ايه؟ تخلصنا من حاجات ايه؟ فده وان اوف ذا ابلكيشن. في طبعا ابلكيشنز كتيره ممكن انتوا ايه؟ تقعدوا بقى تدوروا على النت تقروا فيها تحب ايه؟ تشوفوا الكلام ده. تمام؟ ده كده الجزء بتاع السيرفس بلازمز، يعني انا ظنيت ان هو حاجه ريليتد اكتر للجزء الايه بتاع الريفلكشن من تو ديفرنت ميديا، ريفلكشن في تو ديفرنت ميديا بس سم هاو ديفرنتلي او ميدياز مش كومن، بس ان واحد منها بلازما وواحد منها
تاني. الاسئله في حاجه زي كده لو جت هتبقى حاجات دايركت يعني مش يعني مفيش حاجه يبقى مينلي في البريبريشن بتاع الحاجات دي اللي احنا عملناها لو اديتك مثلا دايلكتك مختلف عن الاير واقول لك الرينج فريكونسي مثلا اللي هتظهر فيه او هتشوف فيه البلازما سيرفيس بلازمز دي انو فريكونسي رينج حاجات بسيطه يعني مش حاجات معقده بس كده خلصت. حد عنده اسئله دلوقتي؟ بس بدري خالص. حد عنده اي اسئله اي حاجه مش واضحه؟ ما اعرفش باشمهندس بيرس كلمكم على يعني كويس او حاجه الاسبوع الجاي. هو قال لي هتفق في ميعاد المكان والميعاد والزمان والكلام ده كله فخلاص يعني بس تمام. طيب هو بس في ايفالويشن بقى